السلام عليكم حبيباتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى في قناه مفتاح الخيرات. ما تنساوش البنات لي لايك، ما تنساوش البنات الجداد والناس الجداد يوركوا على زر الاشتراك باش يوصلهم كل جديد. واحد الحاجه احبيباتي، بغيت نشكركم بزاف ونشكر لي فان ديالي، نشكر المتتبعين والمتتبعات داخل المغرب وخارج المغرب. تنشكر الناس اللي اشتركوا في القناة واللي ما اشتركوش في القناة. كنشكر الناس اللي دارت مشاهدة القناة واللي ما دارش مشاهدة القناة. كنشكر الناس اللي داروا لايك والدعم للقناة. كنشكر الناس كلها اللي دعمتني، لي فان ديالي، المتتبعين والمتتبعات ديالي. كنشكركم بزاف 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 بزاف. وكنشكر عائلتي، كنشكر الوالدة ديالي، الله يخليها ويحفظها ويعطيها صحتها ويخلي لكم والديكم ويحفظ لكم عائلتكم ويخلي لكم معزيز عليكم. حاجه اخرى البنات، بانه ربي اللي شاهد، ربي اللي شاهد باني انا كندير وصفات وما كنبخلش عليكم حتى شي حاجه، ما كنزيد عليكم ما كنقص عليكم. واي وصفه كنحطها في القناه الا انا عارفه اشنو كنحط، واي وصفه كنديرها الا انا مجرباها وعارفه النتيجه ديالها الحمد لله. وكنعطيكم بالتفسير باش ما تزيدوا ما تنقصوا وديروا كما كندير في الفيديو باش يجيب لكم الله الشفاء. وهذا اللي كنتمنى، وكنتمنى بانه تنال اعجابكم وان شاء الله. ومازال كاين الخير القدام، ومازال كاين الوصفات القدام، والله يجيب لي فيها الخير. الوصفه ديالنا اليوم البنات هي الحسوه ديال البلبوله، الحسوه ديال البلبوله اللي غادي ندير اليوم، اللي كتصلاح وكتداوي الكحه، الكحبه اللي هي السعال اللي عنده، سواء سعال مزمن او سعال يلا بادي فيه. يعني هاد الدواء الحمد لله مضمون ونتيجته مضمونه، ولكن الا درتو بالطريقه اللي انا غادي ندير لكم في الفيديو. اول حاجه البنات، غادي نشدو البلبوله، عندنا البلبوله، اسمحوا لي، عندنا البلبوله هي هادي، وعندنا هاد الوصفه فيها البلبوله، فيها نص كاس ديال زيت العود، وفيها جوج ريوس ديال الثومه، فيها جوج ريوس ديال الثومه، جوج ريوس ديال الثومه ماشي من هادوك الكبار. حاولوا تاخذوا الثومه اللي راسها صغير، هانتي غادي نوريك بحال هكا، يعني ما تكونش هذيك الكبيره، راه كاينه الثومه الكبيره ما تاخديهاش، خدي هاد الثومه اللي الريوس ديالها صغار. جوج ريوس، جوج كركوبات ديال الثومه، جوج كركوبات. لما درتي جوج كركوبات ديال الثومه بلا ما ديروا اختي هاد الوصفه، وما غاديش تبري من الكحبه، غادي يبقى صدرك يتخرشش. اللهم ديري جوج كركوبات ديال الثومه مع نص كاس ديال زيت العود. الو، غادي ناخذوا البلبوله هي هادي، غادي ناخدوها غادي نرطبوها في الصباح. البلبوله غادي حاولي تنقيها مزيان، وملي تنقيها وكلشي راكم عارفين البلبوله كي كديروا ليها، غادي ترطبيها في الصباح وفي الليل غادي ديريها غطيبيها. هادي مرطبه جاهزه، ناخدوها ندير واحد الطنجره فيها سخونه، غادي نديرو فوق من النص ديال الطنجره ديال الماء، هذه وحده، ونخليوها نخليو هذاك الماء يغلي مزيان، هذاك الماء اللي درنا فوق من النص ديال الطنجره نخليوه يغلي مزيان. غنديروا فيه الملح على حسب الذوق ديالكم اللي بغيتو، الملح لابد ديروه مع الماء هو الاول، وغادي نخليوه يغلى. ملي يغلى مزيان غادي نشدو نضيفو عليه هاد البلبوله اللي فزقنا في الصباح، ومن موراها غادي نضيفو نص كاس ديال زيت العود، وغادي نقشرو هاد الريوس ديال الثومه كما كتشوفوا، نقشرو هاد الريوس ديال الثومه ونحطو كلهم مع بعضياتهم. نحطو البلبوله اللي رطبنا، نقشرو جوج ريوس
ديال الثومه، جوج ريوز ديال الثومه، جوج كركوبات، ها هما جوج كركوبات ياك. ماشي نديرو غير بيت ديال الثومه، نديرو جوج، لا نديرو جوج كركوبات ديال الثومه. انا غير حيدت لها هادو، جوج كركوبات ديال الثومه، ونضيفو عليها مسكه ديال زيت العود. هادي مفاهمين عليها، نضيفوها فهاديك فداك الماء اللي غلى، اللي درنا فيه شويه الملح، اللي درنا الطنجره فيها فوق من النص ديال الماء، ونخليه يغلي مزيان. وملي يغلي نضيفو ليه كما قلنا غنعاودها لكم، البلبوله اللي هي رطبناها في الصباح وفي العشيه غادي نديروها مرطبه، ونضيفو عليها كلشي مع بعضياتو، كلشي في خطره واحده، ماشي كل مره تزيدي حاجه، كلشي في خطره واحده. البلبوله معاها جوج كركوبات ديال الثومه، معاها نص كاس ديال زيت العود، ونخليوها تطبخ لمده ساعه وربع، لمده ساعه وربع. هذيك مده ساعه وربع غادي هي كطبخ، كيرميو هادو كلهم مع بعضياتهم ثلاثه، غادي نقصوا العافيه ونخليوها تطبخ على نار هاديه، على عافيه مهيله، نخليوها تطبخ على عافيه مهيله لمده ساعه وربع. من بعد من هذيك الساعه وربع على لا غادي ناخدوها وغادي نكبوها، نحاول نبين لكم. انا معايا يلا، انا يلا يلا طيبتها، بسم الله. المهم اهم حاجه تخليوها طيب على نار هاديه، نار مهيله، و تخليوها ساعه وربع وهي كطيب، بسم الله. بسم الله، هاد الوصفه اللي عطيتكم اليوم الزوينات ديال الوالده، ديال الوالده ديالي. الله يخلي لكم والديكم، ويخلي لكم مامتكم، والله يخلي لي انا مامتي، ويحفظها ويشافيها ويشافي لكم جميع امواتكم يا ربي. هيا هادي هاد الشوربه ديال الحسوه كما شفتوا البنات، الحسوه ديال الشوربه غادي البنات تشربوها ملي غادي تبغوا تنعسوا، تبغوا تنعسوا. الناس اللي عندها الكحبه يلا باديه مده 3 ايام راه غادي تودعها، وغادي صدرها يعمر يولي مزيان ويولي طبيعي. الناس اللي عندها الكحبه زمان غير لا شربت كحب، ولا ضحكت كحب، هادي حتى هي غادي تتكون هذاك اللي كتكون بهذيك الطريقه، ولا بهذاك الانسان بهذيك الطريقه كيكون شبعان برد في صدره. غادي تداوميها لمده اسبوع. الناس اللي يلا باديه فيهم الكحبه راه 3 ايام غادي تقولوا ليها باي باي وغادي تودعوها، والناس اللي عندهم الكحبه مزمنه وشحال هذا ومعشه لهم في صدرهم غادي يداوموها. راه هي من 3 ايام 4 ايام تبدا تبان لهم النتيجه مزيانه، ويبدا صدرهم يعمر، وتبدا صحة ديال صدرهم مزيانة، عتولي أحسن للأحسن. ولكن عتكمليها مدة سيمانة كما قلنا، الناس اللي مزمنة سيمانة، الكحبة اللي عندهم مزمنة سيمانة، والناس اللي يلا بادية فيهم الكحبة اللي هو السعال يبداوها مدة 3 أيام يودعوها، وغادي تشافي منها نهائيا. ونيجات مع هاد البرد مع هاد الشتا هي سخونه، الحمد لله. حنا عارفين بانه الحسوه الناس كلها كتفطر بها، ولكن هادي مع فيها الثومه، فيها جوج كركوبات ديال الثومه، ما ننصحكمش تشربوها الصباح وتنوضوا تشقاو، اولا تشربوها الصباح وتمشيو للخدمه، اولا تشربوها الصباح وتبقاو تدورو في الدار مثلا
فهمتي، وكاين البرد وكل شيء، ما ننصحكمش فيها هاد الوصفه. الله يرضي عليكم. الا بغيتوا ديروها ديروا فيها جوج كركبات ديال الثومه مع نص كاس ديال زيت العود مع البلبوله كلهم في خطره واحده في طنجره فيها فوق من نص ديال الماء، وخليها تغلي لمده ساعه وربع، ومن هذيك الساعه وربع غادي تولي تشربيها في الليل ملي تبغي تنعسي. انا كنعاودها ما تشربيهاش في الصباح، حنا عارفين كنا كنشربوا الحسوه في الصباح، تشربيها ملي عاد تبغي تنعسي وغادي تشوفي النتيجه، وعاد تشوفي الحمد لله صدرك غادي يبدا يتجمع، وصدرك غادي يبدا تحيد منه ديك الكحبه، وغادي يصفى يعني من داك الشيء، وغادي تولي احسن لاحسن، والحمد لله والكحبه غادي تودعها نهائيا. وما تنساوش تاكلوا معاها البنات تميرات على. وانا هاد الوصفه وهاد الجبيبينيه دابا غادي نشربها، وملي غنشربها غادي ندير فت ونمشي نعس ونسخن، لانه ما كنشربهاش في الصباح. والحمد لله نحمد الله ونشكره، والوالده هي اللي عطاتني هاد الوصفه، وتا هي دارتها وكديرها هي ديما الحمد لله. وانا قلت نشارك معكم هاد الوصفه ديال الوالده ديالي، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى لكم الشفاء العاجل غير الاجل، والله يعمر ربي يسعدكم ويفرحكم. والى اللقاء في فيديو قادم، ما تنساوش لي لايك وزر الاشتراك حبيباتي. باي باي، تصبحوا على خير.